وبشأن مشروعات الإسكان، قال محلب إنه يجري العمل على إنشاء تجمعات عمرانية جديدة في الإسماعيلية وبورسعيد ورفح، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والبيوت البدوية. ابتدينا مدينة سلام مصر شرق بورسعيد، ودي بتتكون من 4340 وحدة سكنية. بالنسبة لشمال بورسعيد، شمال سينا، في 2582 وحدة إسكان اجتماعي و332 بيت بدوي في وسط سيناء. بالنسبة لمدينة رفح الجديدة، وبالرغم من الظروف والمواجهة، بدأت العمل في مدينة رفح الجديدة، وإن شاء الله بتنطلق مع انتهاء التطهير لتكون مدينة نموذجية تحتوي على 10016 وحدة سكنية، 400 بيت بدوي. بالنسبة لجنوب سيناء، في 9000 وحدة إسكان اجتماعي، 400 بيت بدوي. بالنسبة لمدينة السويس الجديدة يجري دراساتها الآن. أما مدينة عليا الجديدة فهي المدينة الرائعة اللي يعني اتعرضت أكثر من مرة، بتحتوي على 5272 وحدة،